بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح الاوبريشن ريسيرش، المحاضره الخامسه اللي هي جوه البروجرامنج. هكمل لكم باقي المنهج ان شاء الله. طيب في البدايه كده، يعني ايه جوه البروجرامنج؟ من الاسم اللي احنا عارفينه ان جوه البروجرامنج يعني ايه، معناها بتقول لك يعني دالة هدف او الاهداف او الجولز. يبقى انت بيبقى عندك بروجكت او مشروع، تمام، وعاوز تعمل له جولز عشان تقدر ايه work on، عشان اشتغل عليها. طب انا ازاي اعمل الاهداف؟ تعالوا نشوف مثلا مثال زي اللي بيحصل الايام دي، مثلا الكحول، الالكحول. تمام، الناس عاوزة دلوقتي في مصانع عاوزة تنتج الكحول، قالت لا انا لازم اشوف الهدف اللي عندي الاول ايه، وايه الامكانيات اللي عندي، وبعدها اقدر اعمل لك ايه البروجرام او الايه الموديل بتاعي او النموذج اللي انا هشتغل عليه. طب عشان اعمل الحاجات دي عندي 3 خطوات. اول حاجة بشوف الفانكشنال كونسترين، الامكانيات، يعني بالاخر دي معناها الامكانيات. طيب يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تيجي تنتج الكحول هتلاقي نفسك عندك ان الماشينز ما عندكش غير مثلا 5 ماشينز. يبقى الماشينز 5 ماشينز ده ايه؟ البرودكشن، فور برودكشن. يبقى ده إمكانية. تاني حاجة جيت الليبرز أو الوركينج تايم، الليبرز لقيت عندك مثلا إيه 5 أو 10 hours per day، ده الليبر. فالحاجات دي إيه الإمكانيات، مش في إيدك أو إيه، يعني ما تقدرش تتحكم فيها، not controlled. يبقى ده أول حاجة تتعمل. تاني حاجة بتجيب الجول أو الأهداف كونسترين أو الجول، الجولز بتاعتك، أوبجكت، الجولز أوبجكت. يعني هي إيه؟ معناها أنت دلوقتي عاوز تنتج كحول، عاوز تنتج الكحول ده، لو نفترض لو هيبقى إكس وان مثلا، عاوز أتليست 1000 بوتل. انت عاوز على الاقل، على الاقل 1000 ازازة ان دي. ده في ايدك، ده كنترول، بامكانك تزوده او تقلله، تزوده او تقلله. طيب حتة الزيادة والنقصان ده بنترجمها في الجول بروجرامنج عن ايه؟ هقول حتة الزيادة اللي هي ايه، الانكريز اور ديكريز بتاع الجول اوبجكتيف، اللي هي ايه، احنا قلنا ان هي دي كنترولد، التاني ما ينفعش اللي احنا نتحكم فيها. قال لك في الجول بروجرامنج بتخليها زي ديفيشن، انحراف. يعني انا الهدف بتاعي الجول الكحول اللي هو اكس 1 اتليست 1000 بوتل، اجي احولها ازاي في ديفيشن؟ قالك انت مش هتكتبها لي كده في الجول بروجرامنج، لا هتقول له اكس 1 هتحط لي ايه زائد دي 1 ماينس، تمام، ناقص دي 1 بلس. يعني ايه بقى دي 1 ماينس ودي 1 بلس؟ دي 1 ماينس دي 1 بلس. اول حاجه ال 1 ده الجول الاولاني، جول 1 ال 1 ده بتاع الجول الاولاني اللي احنا عندنا اول هدف اللي هو ايه، بتاع الكحول، بتاع البرودكشن. ده معناها ايه؟ يبقى ده الجول 1، دي معناها ديفيشن الانحراف، ماينس معناها الديكريز انه ما يقلش، زائد معناها انكريز. يعني بمعنى تاني ان دي 1 ماينس، انا بقول لك ايه، ان الهدف بتاعي ماي جول الاول ما يقلش، لا يقل، نوت ان ديكريز، عن الرقم الفلاني. طيب تمام. طيب لو دي 1 بلس، نمسح دي ولا خليها زي ما هي،
لو انا حطيت هنا دي ون بلس، معناها ان الهدف بتاعي الاول عشان دي ون يزيد يبقى اعلى من الرقم اللي عندي، تمام. طيب وهكتب انا الايه الالف. طيب تعالوا بقى نترجمها تاني، نمسح دي كده. هو كان بيقول ايه at least 1000، طب يعني هو على الاقل 1000، يبقى فين اللي عاوز يعمل له مينيمايزيشن، او فين اللي عاوز يقلله قوي، يقلله قوي، الزائد ولا الناقص؟ تاني نبص تاني هنا اكس 1، تمام، ده الهدف. دي 1 ماينس معناها ان هو لا يقل عن الالف، لا ما يقلش عن 1000، يبقى ده انا اللي هعمل له مينيمايزيشن. طب لو دي 1 زائد ان هو يزيد، تمام، عاوز يزيد، يبقى ده اللي هعمل له، يبقى اللي عاوز يقلله الناقص ما يقلش، لكن ده يزود الزيادة، تمام. طيب واحنا عرفناها منين اللي هو عاوز يزود ده؟ هو قالك هنا، قالك هنا at least، at least يعني من الآخر، كل ما بيزيد أحسن، يبقى ده اللي ايه الماكسمايز اللي هو دي 1 بلس دي بلس، تمام. لكن عاوز مينيمايز الناقص اللي هي دي 1 ماينس. انا لو عملت 900، لا انا 900 من الالف، لا انا عاوز اقلل على قد ما اقدر، اللي انا ممكن اوصل 950 990، ده اقل حاجه انا عاوزها، لكن ما ينفعش انزل ياما، لكن لو زاد براحتك. طب انا ليه خدت المينيمايزيشن؟ عشان سيادتك لما بتيجي في الجول بروجرامينج تيجي تكتبها ازاي، تيجي تكتب ايه، تعمل هنا ايه المينيمايزيشن، ده الهدف او اللي هي الموديل، هي بتتحل من الاخر لتحت، بتكتب الفانكشنال كونسترين اللي احنا كنا لسه جايبينها اللي هي بتاعت الماشينز، مثلا بتشتغل خمسة ماشينز والليبرز 10 working hour per day مثلا، ده كده function constraint. هنيجي نكتب ال objective او الجول constraint، الجول constraint احنا قلنا ايه بتاعت الكحول x1 automatic، بكتب g1 minus minus g1 plus يساوي 1000. طب مين اللي هيتحط في المينيمايزيشن هنا؟ اللي عاوز يقلله، اللي عاوز يقلله. طيب هو كان قايل لي ان ده at least، على الاقل، يعني انا مش عاوز حاجة صغيرة، يبقى ده اللي يطلع فوق، يبقى دي 1 minus ده انا عاوز اقلله، عاوز اقلل كده، معناها انا يعني عاوز اقلل الديفيشن او الانحراف بتاع دي 1 الناقص. طب لو زاد، لا 100 100، يعني لو عملت 1200 تمام. طب لو عملت مثلا 900، لا انا عاوز اقلله مينيمايز، يعني مثلا نخليها مثلا 990 980، تمام، على قد ما اقدر، وهكذا باقي الجولز. يعني مثلا نمسح ده، لو انا عندي اكزامبل تاني مثلا عاوز ان البروفيت بتاعي او تمام اكس 2 مثلا، او مثلا 500 بير يونت اكس 1، يعني البروفيت الاجمالي بتاع الكوانتيتي هيبقى ايه، مش دي 1 بقى، هيبقى دي 2 ماينس ماينس دي 2 بلس يساوي مثلا 700. مين اللي هيتحط فوق من دول؟ مين اللي هيتحط فوق؟ على حسب، على حسب هو at least ولا at most ولا equal. طب هي هتختلف او هتختلف؟ تعالوا نجربها، نمسح احنا ايه همسح اللي فوق ده.
لو هو كان at most يبقى انا بقول له ايه؟ انا مش عاوز اكتر عن الرقم الفلاني. اكتر دي بلس ولا ماينس؟ دي بلس، يبقى ده اللي انا عاوز اقلله، مينيمايز. يبقى ده اللي هيتحط فوق، يبقى دي 2 ماينس بلس، اقصد دي 2 بلس. يبقى انا كده ايه؟ ات موست كذا. طب لو قل، 100 100، تمام. تاني لو انا قلت ايكوال، بقى بلاش ات موست، انا عاوز لو ايكوال، يعني انا عاوز انتجي 700 بالظبط، اكزاكتلي 700 بالظبط، 700. يبقى انا ولا عاوز، مش عاوز ولا زائد ولا ناقص، مش عاوز الاتنين، تمام. يبقى انا ساعتها الاتنين دول عاوز اعمل لهم مينيمايزيشن. اروح هنا احط بلس دي 3 ماينس، انا حطيت 3 ده بحس ايه ان ده جول 3 زي ما ايه، بلس دي 3 بلس. يبقى انا كده ايه عاوز اعمل مينيمايزيشن او اقلل الاولاني، يعني ما يقلش، لا يقل. هنا معناه لا يزيد not exceed، هنا exactly او equal، تمام كده. يبقى هي دي الجول بروجرامنج. طب تعالوا نحل عليها ايه براكتس. هنا بيقول لي ايه، نقراها واحده واحده عشان هنا ايه فيها تريك. A manufacturing firm produce two types of product and the product A و B، تمام. قال لك ازاي unit profit، خلي بالك بقى كلمة unit profit from product A، يعني كل each unit 100 ده البروفيت، و B 50 per unit، per unit. قال لكش total profit. The goal، كلمة goal يبقى أنا هشتغل على إيه؟ goal objective مش functional، تمام. طالما controlled أو حاجة بتحكم فيها يبقى أنا إيه هعمل control. Of the firm is to earn total profit of exactly 500. يبقى أنا عندي في goal objective earn exactly 500. طيب أنا عشان أكتبها هقول لك إيه، أنا هكتب مثلا الجول ده A1 او X، هنسمي دي X1 و X2 عشان تبقى زي عندك، عاوز تخليها A B زي ما انت عاوز. يبقى total profit يعني هي ايه 100، X1 معناها ايه ده H unit وده عدد ال unit، عدد ال units وده ال ايه لكل unit، يبقى اجيب التوتال، تمام. زائد ليه؟ لان هو قال total profit، يبقى ليه الاتنين 50 X2 يساوي 700. طيب دلوقتي كده ينفع الشكل ده، ينفع يتحط في الجول بروجرامينج؟ لا. ليه؟ طالما ده جول اوبجكتيف يبقى لازم له ديفيشن، يبقى انا هحط اوتوماتيك ده لسه اول جول 1 G1، يبقى بلس G1 ماينس ماينس G1 بلس. طيب اشوف تاني مين اللي عاوز يتعمل له مينيمايزيشن عشان احطها ايه بقى في الايكويشن اللي هي فوق، اللي هي هتبقى هنا مثلا. مثلا احط الايكويشن هنا، الجول اوبجكتيف مينيمايز، احط ايه هنا بقى؟ وقال لك ايه اكزاكتلي يعني عاوزهم بالظبط كام؟ 700. يبقى انا ولا عاوز اقلل ولا عاوز ازود، انا راضي بالاتنين. يبقى الاتنين دول هيطلعوا فوق، يبقى دي 1 بلس ماينس دي 1 بلس دي 1 ماينس. يبقى انا عاوز اقلل الاتنين دول. طيب نيجي للي بعد، قال لك ايه in the next bit also، تاني الشركة عاوزة ايه تاني؟ to achieve a sales volume for product A and B close to 5 and 4. يبقى انا عاوز السيلز، خلي بالك كده ايه 2، عاوز السيلز الجول التاني ان السيلز بتاعت X1 ما تقلش عن close to 5، close to 5، يعني معناها لا تقل عن،
طيب السيلز ده هو يقدر يتحكم فيها؟ لا. فهو بالتالي ايه، هو عاوز ايه؟ يقلل decrease الديفيشن، يقلل النقص. ركزوا فيها دي، مش معناها انه close to يعني لا تقل، يعني عاوز بزيادة. هو عاوز بزيادة بس هو مش ضامن، هو ده بالنسبة له الماكسيم، ده بالنسبة له الماكسيم، مش هيقدر يعديه كده كده. فهو عاوز ايه؟ على الاقل ما نخسرش كتير. كلمة ايه؟ close to ما نخسرش كتير، يعني 4-4.5 بالكتير، يعني 5 ده اللي نقدر عليه. فهو يبقى انا ساعتها عندي ايه؟ كروس يعني ما نخسرش او ما نزودش، كده كده انا هكتب ايه، كده كده جي اوتوماتيك بلس جي 2 ماينس ماينس جي 2 بلس يساوي 5. هنا هو مش هيقدر يوصل عن كده، يبقى هو عاوز يقلل على قد ما يقدر الخسارة، عاوز يقلل على قد ما يقدر ايه الخسارة. يبقى هيتحط هنا تروح تتحط هنا بلس دي 2 ماينس. طيب تعالوا نشوف الجول 3، همسح ده بقى. همسح اللي فوق برضه كده كده ايه محلول عندك يعني. جول سريع هيبقى ايه؟ نفس الفكرة. هو بيقول ايه؟ 4 product B. طيب يبقى جول 3 product B اللي هو هيبقى x2 برضو close 2، يعني قربها لي على قد ما تقدر. لمين؟ الاربعة. قربها على قد ما تقدر، كده كده اوتوماتيك هكتب g3 minus minus g3 plus ويساوي. مين اللي هيتحط له مينيمايزيشن، او مين اللي هيتعمل له مينيمايزيشن؟ هو قال لك ايه؟ كلوز تو، قربها على قد ما. يبقى انا مش هيعرف اجيب زياده، انا مش عاوز زياده، انا عاوز اقلل ده، اقلل ده. يبقى بلس جي 3 ماينس، يبقى انا عشان اكتبها اجمالي هتبقى ايه بالشكل ده. لو نيجي نقراها كده اهو، هو حط التارجت تمام، حولها لجول. عشان يتحول لجول لازم يتحط ديفيشنز، الديفيشنز ما بيتحطش الا في الجول اوبجكتيفز مش الفانكشن، نوت الفانكشن اوبجكتيف. طيب هذا دي البروفيت، التوتال بروفيت كده كده دي اوتوماتيك بتتحط بلس ماين يساوي 700. هو كان بيقول لك اكزاكتلي، يبقى انا مش عاوز الاثنين دول، عاوز اعمل لهم مينيمايزيشن، هيتحط فوق. ادي المينيمايزيشن x1 5، هو هنا حط دي بس، لا احنا بنكتب الاثنين، تكتب الاثنين ونشوف انا فوق اللي هيتحط دي 2 ماينس، احط دي 2 ماينس. طب اللي بعديه برضو مش عاوز دي 3 ماينس، لان هو قال لك كلوز تو، وقربها على قد ما تقدر، قربها على قد ما تقدر. او على الاقل هنا حتى كاتب لك تو فولي يوتيلايز افاليبل وايرنج ديبارتمنت اور، المهم يستخدم كل حاجة في الانتاج عشان ايه؟ يبيع اللي يقدر عليه. ده معنى تمام. طيب عندك المثال ده تمام، ده اللي هو كنت لسه قاريها اللي فاتت. لو نيجي نقراها هنا، انا عاوز اقرا ده تمام، انا عاوز اقرا ده. تعالى نشوف اول حاجة، طالما دي ده كده ايه goal objective، بنكتب ده الاول، بعد كده نعمل المينيمايزيشن. هو هنا قالك ايه؟ البروفيت كونسترين دي 1 بلس دي 2 ماينس. هو هنا فين اللي عاوز يعمل له مينيمايزيشن؟ نروح نشوف هنا الدي 1 ماينس، يبقى هو عاوز البروفيت اتليست، عاوز اقل بروفيت، يبقى انا عاوز ازود الزيادة بس ده يقل النقص. نفس الفكرة الوايرنج اور، هو مش عاوز النقص، يعني عاوز الناس تشتغل على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، اللي هي لسه قريبة فوق ايه فولي يوتلايز. طيب الاسمبلي اور زائد، يبقى هو مش عاوز يزود نوت انكريز الاسمبلي، طبيعي يعني هو ايه، هو بيشتغل
التجميع هياخد وقت منه، لا انا عاوز اقلل الوقت بتاع التجميع. السيلينج فان كونسترين هو مش عاوز ايه، عاوز يزود من السيلينج فان اللي هي ايه، المروحة دي تفضل شغالة على قد ما تقدر عشان تدي ايه تبريد للايه للماشينز، فبالتالي تقدر تشتغل على قد ما تقدر. احنا كده ايه قريناها وحولناها العكس. طب تعالوا نشوف البراكتس التاني، ده هيبقى كبير شوية. الفكرة بتاعت البراكتس ده ايه، انا عندك ايه تو برودكت لاب بي 400 وبي 500، ده الكمبيوتر بروديوسز بي 400 بي 4 يبقى بي 400 وبي 500 اللي هو هيكون اكس 1 واكس 2 عشان ايه ما نقعدش كل شويه نكتب اكس 1 واكس 2 ذات يوزز لابتوب يوزز ميموري ميديولز واكسترنال هاند درايف وكيسز. كل كمبيوتر من ده بيستخدم الميموري تمام، وبيستخدم هارد ديسك ممكن او ممكن لا، وبيستخدم كيسز او الكيس. The B400 model use two memory يبقى ده بيستخدم two memory. وال B400 use one memory and one external hard drive، ما جابش سيرة B400 يبقى ده zero، وده بيستخدم one external hard drive. ال B500 uses one memory and one external. Both modules uses one case، ده بيستخدم one case وده one case. هو جاب سير الجول هنا، جاب سير الجول لا، يبقى دول functional، يبقى دول functional constraint. طب انا عاوز اكتبها هنا كده كده الجول programming minimized انا ما اعرفهاش لسه. ال functional constraint هكتب 2x1 plus x2 تمام، لسه ما اعرفش ايه ال الكونسترين بتاعي، هنقراها تاني هنلاقيها هنا دلوقتي، بس انا بترجمها واحده واحده. تاني حاجه مفيش هارد ديسك درايف بس عاوز اكس 2، ده بتاع الايه ده الميموري، ده الهارد ديسك الكيس اكس 1 بلس اكس 2. طيب قال لك ايه، سبلاير كان بروفايد ديل كمبيوتر ويز 1000 ميموري موديولز. السبلاير هنا السبلاير كان بروفايد، هل ده كنترولد، هل الشركة تقدر تتحكم فيه؟ لا نوت كنترولد، يبقى انا كده بيأكد لي ان ده تبع الفانكشنال كونسترين. فانكشنال كونسترين طيب قال لك ويز 100 موديولز، يبقى معناها ايه، ان انت لما تيجي تشتغل هنا، ما تيجي تشتغل على الميموري اخرك 1000 ميموري ممكن تعمل فيه. عندك ايه 1000 ميموري تشتغل بيه، طيب يبقى انا عندي اخري 1000 اخري او ات موست 1000، يبقى معناها ايه، معناها انت لما تيجي تنتج الميموري ده زائد ده ما تعديش الالف، بقى ايه ده اول حاجة ايه functional constraint غصب عنك لازم كده. تعالوا نقرا اللي بعدها and 500 external hard drive، برضو الهارد درايف اللي هو هنا تمام، اخري كام 500، يبقى معناها حتى الهارد ديسك لما تيجي تنتج اخرك 500 الزن او يساوي، يعني انت ما تعديش كده، لكن ده not controlled فبالتالي بقى functional constraint. طيب اخر حاجة 600 cases weekly، الكيسز ده واحد وده واحد 600، يبقى برضو هناخده هنا اخري 600، يبقى دول ال functional constraint. خلاص كده لا لسه، انا كل ده ما عملتش ايه، كل ده لسه ما عملتش الجول، لسه ما عملتش حاجة هنا، انا عاوز احط ايه هنا الجول بروجرام. طيب تعالوا نكتبها بقى، نكمل الفانكشنال كونسترين او اوبجكتيف او اقصد الجول اوبجكتيف، الجول اوبجكتيف
قال لك ايه it takes، لسه بقى بيقول لك ايه it takes 1 hour to manufacturing B400 ال hours to production. مساعدة معلش لك ايه ان ال hour production البرودكشن بياخد 1 hour تمام، والتاني والبروفيت بتاعها البروفيت بياخد 200 تمام، and it takes 1 hour and a half البرودكت بي to manufacturing B400 والبروفيت بتاعها 500. طيب هو ولا دول بقى ولا ما دخلهمش في الفانكشن، يبقى غالبا هيحطهم في الجور كونسترين. ندخل على الجور كونسترين، البريوريتي دي هقولها لك دلوقتي سيبك منها. ميت ستيت اوف كونتراكت، ميت ستيت اوف كونتراكت 200 ماشينز ويكل من بي 4. يبقى انا في البرودكشن حلو، اول حاجه ماشين ستيت اوف كونتراكت اوف 200 ده بتاع برودكشن تمام، ما ينتجش زيادة عن أو على الأقل لازم ينتج 500 200 أقصد. يبقى معناها إيه البرودكشن أور أهي، يبقى واحد بتاع إكس واحد عاوز ميت ستيت أوف كونتراكت 500، يبقى عاوز إيه 500 وأكتر، يبقى أتليست معناها أتليست. طيب اكتبها ازاي في الجول بروجرامنج؟ هقول لك اكس 1 بلس، انا لسه الجول الاولاني دي 1 ماينس بلس دي 2 بلس يساوي 500، ده هو جول 1. فين اللي عاوز يتعمل له مينيمايزيشن؟ لو ايه اتليست يبقى الزياده انا عاوزها، يبقى انا مش عاوز ده، يبقى انا هاجي هنا هكتب دي 1 ماينس. طيب ناخد التانية 2، هقول لك اللون بس، ميت at least 500 كمبيوتر برضو البرودكشن بتاع اكس 2، اكس 2 بس بياخد 1.5، يبقى 1.5 اكس 2 برضو ميت at least نفس الفكرة، عاوزها ايه معلش فوق هنا 200، هنا 200 مش 500، هنا عاوز ال 500 اتلخبطت انا، هنا ال 500 برضه نفس الفكره دي 2 ماينس بلس دي 2 بلس، يبقى انا مش عاوز فين الدي 2 ماينس ده، عاوز اعمل له مينيمايزيشن بلس دي 2 ماينس. ده الجول التاني، نشوف الجول التالت ميك ات ليست، هنا قالها لك صراحه برضه 250,000 ويكلي، 250,000 طالما ودولار يبقى ده البروفيت بتاعي، يبقى 3 عاوز البروفيت، البروفيت الاتنين على بعض ما جابش ايه 3 حد منهم، البروفيت نفس الفكرة 200 في اكس 1 عشان يبقى كده ايه التوتال بلس 500 اكس 2، هحط اوتوماتيك دي 3 ماينس ماينس دي 3 بلس يساوي 250,000. هو قال لك ايه اتليست، اتليست يعني على الاقل، يبقى انا مش عاوز الناقص نفس الفكرة، مش عاوز الباشا ده، لكن اي زيادة يبقى انا هحط بلس جي 3 ماينس، يبقى ده كل ده انا مش عاوز. اخر بريوريتي اللي هو 4، انا همسح هنا عشان نعرف ايه نكتب بريوريتي اللي هو 4، قال لك ايه يوز نو مور ذان 400 مان اور بير ويك، no more man. طيب قال لك ايه ان يوز نو مور ذان 400 مان اور بير ويك، المان اور ده تبع البرودكشن، تبع البرودكشن. طب الكونسترين بتاع البرودكشن كان 1 اور بتاع اكس 1 1 هاف اور بتاع اكس 2، قال لك ايه نو مور 400. طيب كده كده انا اوتوماتيك هحط ايه، خليني اكتب هنا يبقى اكس 1 1.5 اكس 2 اوتوماتيك بلس دي 4 ماينس ماينس دي 4 بلس يساوي ربما بتاعت المان اور، هو مش عاوز يكتر عنها، يبقى ده اللي خلي بالك هو مش عاوز نو مور
يبقى انا اللي هعمل له مينيمايزيشن الزيادة. يبقى الزيادة ده هو اللي ايه هوزن له مينيمايزيشن. يبقى ده اللي هيتاخد ويتحط هنا هيبقى بلس جي فور بلس. تمام، يبقى هي دي كده الجول برودكشن. بعد كده بقول له ان ايه في ده نان زيرو اوبجكتيف، ده يعني مش لازم اوي. تمام كده. طيب ايه بقى موضوع البريوريتي ده؟ المرة الجاية هنكملها ان شاء الله، هتبقى سهلة يعني مش هكتر عليكم، حتى الجراف غالبا هلغيه. بريوريتي معناها ايه؟ اولويات. يعني هنا كان بيقول لك ايه في الاكزامبل، هنا بيقول لك بريوريتي 1، شوفها كده، كان بيقول لك بريوريتي 1 2 3 4. يعني انت لما تيجي تحط لي في الجول فانكشن او اللي هي الجول بروجرامينج، تقول لي انت كان دي 1 ده كان واخد بريوريتي 1، تحط لي بي 1 جنبه، معناها انه ايه ده اول حاجه اهم حاجه. يعني مثلا لما تيجي تنتج الكحول، حلو، انا عاوز في القوس بتاعه البرودكشن دي تبقى البريوريتي الاولاني، يعني اهم حاجه اللي انا انتج باقل تكلفه. طب تاني بريوريتي اعمل برودكشن يام، على حسب حاجه. كل اللي بعمله باخد ايه البي 1، معناها اقول له بريوريتي 1 واكتب اللي انا عاوزه دي 1 بلس مثلا دي 1 ماينس، على حسب ما انت ايه شغال بيها. يعني انا كان عندي هنا ايه دي 1 بلس ماينس دي 1 ماينس 2، هو قال لك في بريوريتي وكان كل واحدة جنبها البريوريتي، ده قال لك البريوريتي 2 هحط بي 2، ده ناقص الويت، يعني الأهمية بتاع كل واحد. هنقولها المرة الجاية ايه بشكل سريع. بالتوفيق ان شاء الله.